السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سي أو سي راي بمقطع تحديات جديد. تحديات الأسبوع السابع من السيزون التاسع، وبنشوف شرح كامل لكل التحديات وبعدها مكان نجم السيريال الخاص بالأسبوع السابع. قبل ما نبدأ حبيت أقول لكم إني أسوي ستريم على تويتش وفعاليات وغيره، وكمان سويت سيرفر ديسكورد عشان أتواصل فيه معاكم لما أريد حد ألعب معه أو لما أسوي فعاليات، والرابط كمان في الوصف. لا تنسوا زر لايك على المقطع، واللي حاب يدعمني يقدر يستخدم كود الايتم شوب سيو. أخليكم مع المقطع ومشاهدة ممتعة. ونبدأ بالتحديات، والتحدي الأول اللي معنا والبداية سهل كثير. قم بفتح 7 صناديق من اللوت العادية في مدينة جونج اللي في الزاوية اللي صار فوق من الخريطة، أو في مدينة نيو تلتد في وسط الخريطة. اختار المدينة اللي تعجبك وانزلها وحاول تفتح 7 صناديق لوت، ولو فتحت 7 صناديق في جيم واحد أو في أكثر من جيم في تلتد أو في جونج فكذا تكون خلصت التحدي الأول. التحدي الثاني، هالمرة لازم تفتح 7 صناديق من صناديق الذخيرة أو الرصاص في 7 أماكن مختلفة. أتوقع صعب تخلص التحدي في جيم واحد، يمكن تحتاج جيمين أو ممكن تروح لطور تيم رامبل. اللي لازم تسويه إنك تنزل المدن اللي عليها أسماء في الخريطة وتفتح صناديق الرصاص، ولو فتح صندوق واحد بسبع أماكن مختلفة فكذا تكون ختمت التحدي. يعني تروح لتلتد وتفتح صندوق، وبعدها ميجا مول وتفتح صندوق ذخيرة، وباختصار اختار أي مدن قريبة منك أو تعجبك وسوي نفس الشيء، بس لازم مدينة مختلفة في كل مرة. التحدي الثالث، وأنا صراحة مو فاهم ليش اللعبة مسهلة التحديات كثير هالأيام. والتحدي يقول قم بقتل 3 لاعبين باستخدام الأسلحة الكاتمة. الأسلحة الكاتمة معنا نوعين، السنايبر الكاتم والمسدس الكاتم. اختار اللي يعجبك واقتل 3 لاعبين في جيم واحد أو في أكثر من جيم وبنحسب لك التحدي. ولو شفت انه صعب ادخل لطور تيم رامبل وبتخلص على طول من أول جيم، وراح تلاقي سنايبرات كاتمة في الدروبات والمسدسات الكاتمة في كل مكان في الصناديق، فبيكون شيء سهل كثير. التحدي الرابع يمكن يكون أصعب تحدي بين التحديات اللي هنا لأن كلها سهلة. قم بإحداث ضرب مجموع 200 على اللاعبين الذين يقودون المركبات. لازم تنتظر الفرصة المناسبة لما تشوف لاعب يسوق دراجة أو لوح تزلج وتبدأ على طول تدمجه وهو يسوق المركبة. ولو جمعت مجموع 200 دمج في جيم أو في أكثر من جيم بتكون خلصت التحدي. الشيء الوحيد الصعب هنا هو إنك تلاقي واحد راكب مركبة، وتقدر حتى تسوي حركة حلوة تشيل دراجة في طور تيم رامبل وتحطها في نص الزون، بتلاقي كثير منهم بيجوها، استغل الفرصة ودمجهم. التحدي الخامس، تحدي زيارة أماكن، وبيكون تحدي مراحل من 3 مراحل بالضبط، مرحلة في كل جيم. وفي المرحلة الأولى في الجيم الأول قم بزيارة مدينة ذا بلوك وبحيرة لوت ليك في نفس الجيم. ما يريد لها شرح، انزل المدينة القريبة من الباص وبعدها حرك للمدينة الثانية، مثلا انزل ذا بلوك وبعدها بحيرة لوت ليك أو العكس، وكذا بيفتح لك المرحلة الثانية. قم بزيارة المزرعة فتال ومدينة نيو تلتد، وهنا أنصحك تنزل المزرعة وبعدها استخدم النفق الهوائي وروح لمدينة نيو تلتد في نفس الجيم، وكذا تكون خلصت ثاني مرحلة. المرحلة الثالثة والأخيرة والأصعب، قم بزيارة مدينة ستومبي شورز وميجا مول في نفس الجيم. المسافة بعيدة كثير بس حاول تستخدم الدرون أو النفق الهوائي عشان توصل بسرعة. التحدي السادس، تحدي غريب شوي بس سهل كثير. قم بفتح صندوق لوت واستخدام ثلاجة واستخدام نار الكام فاير في نفس الجيم. طبعا تقدر تخلص الطبيعي وانت تلعب، بس لو شفت انه شوي صعب عندي مكان حلو واللي هو لوني لوج. المكان هذا نادر ينزل لناس، ومضمون انه في صناديق وفي نار كام فاير كمان في كل مكان وفي ثلاجة. افتح اي صندوق تلاقيه في المدينة وبعدها شغل اي نار على كيفك، والشيء الوحيد اللي تحتاج فيه حظ هو الثلاجة، لان يمكن تلاقيها ويمكن لا. الثلاجة موجود جنب سيارة الريفايف، لو طلعت لك استخدمها وكذا تكون خلصت التحدي، لو ما طلعت لك عيد الجيم او حاول تلاقي ثلاجة ثانية. المهم لو فتحت صندوق واستخدمت ثلاجة واستخدمت نار في جيم واحد بتكون كذا خلصت التحدي. التحدي السابع والاخير كمان تحدي سهل، قم بقتل 3 لاعبين من مسافة 5 متر او اقل. واول سؤال، كم هي مسافة 5 متر؟ 5 متر هي مسافة ارضية واحدة في اللعبة. لازم تتأكد انك انت واللاعب اللي بتقتله تكونوا على نفس الارضية او على مسافة اقل من طول الارضية. ولو قتلت 3 لاعبين من هالمسافة هذه او اقل فراح ينحسب لك التحدي، وعاد في جيم واحد وعاد في اكثر من جيم. قبل ما نروح لمكان نجم السري لا تزر لايك على المقطع، ولو حابين ان استمر شرح التحديات لا تنسوني من الدعم. تقدر تستخدم كود الايتم شوب سيف المتجر بيكون اكبر دعم. النجمة السرية الخاصة بالاسبوع السابع، وعشان تطلع لك النجمة فلازم تكون مخلص كل تحديات الاسبوع السابع وتكون اخذت نجمات الاسابيع الماضية، وكذا بتضمن ان النجمة تطلع لك. والنجمة موجودة في خريطة البركان الجديدة على السلم اللي انا رايح له بالضبط، وعند علامتي بتلاقي النجمة المخفية، خذها وراح ترفعك تير كامل في الباتل باس. وللاحتياط بس، لو النجمة ما طلعت لك فهالشيء معناه انك بتلاقيها في السلم اللي تحتك على طول، لان احيانا صورة الاسبوع ما تكون واضحة كثير. وهذا مقطع اليوم، لو عجبك المقطع وحاب تشوف اكثر نورنا بشراكك بالقناة واضغط على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم المقاطع الجاية ومع السلامة.